بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وشرف وكرم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين. ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهد الكريم، أهلا بك ومرحبا على موقع شروق الإسلام، وأسأل المولى العلي القدير من فضله أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته وتحت لواء حبيبه، وأن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها المشاهد الكريم، في سنن الإمام الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، إنها كلمة أخي يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والذي نفسي بيده لا يدعو بها مؤمن إلا فرج الله عنه. أيها المشاهد الكريم، البلاء أمر لا بد منه، فهو سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه. ولذا قال ربنا جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. وقال جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وأشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، حتى أن البلاء يجعل العبد يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ولذا إن كان لكل شيء سبب، فإن من أسباب البلاء أمران: البلاء له سببان، إما أن يكون البلاء لرفع درجة العبد عند ربه جل وعلا وعلو منزلته، وإما أن يكون بذنوبنا ومعاصينا. السبب الأول: ربما يكون البلاء لرفعة العبد، لرفع درجاته، فالله جل وعلا كما ورد في الحديث يجعل للعبد عنده منزلة لا يبلغها العبد بصيام ولا بصلاة ولا بفعل خير من الخيرات، فيبتليه الله جل وعلا ليصل العبد إلى المنزلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لعبده. وربما يكون البلاء بذنوبنا، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة. ولذا قال ربنا جل وعلا في قرآنه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والعلاج في ذلك كله أن يصدق العبد في لجوئه إلى ربه تبارك وتعالى، فيرجع العبد إلى ربه تائبا نادما داعيا ربه تبارك وتعالى، الذي قال في قرآنه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولذا عند أحمد في مسنده
وعند الترمذي في سننه قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يدعو الله تبارك وتعالى بدعاء إلا آتاه الله جل وعلا ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الطيب المبارك يبين لنا أن من لجأ إلى ربه جل وعلا داعيا بهذه الكلمات، مناجيا ربه جل وعلا، معترفا بذنبه، معترفا بخطئه، راجعا نادما إلى ربه، إلا استجاب الله له وفرج الله تبارك وتعالى عنه ما هو فيه. أيها المشاهد الكريم، في الأثر أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعثمان هو رجل تستحي منه ملائكة الله في السماء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يوم أن جلس مضطجعا في منزله كاشفا عن ساقه، دخل أبو بكر ورسول الله كما هو، ودخل عمر ورسول الله كما هو، فلما دخل عثمان جلس النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، يدخل أبا بكر وأنت كما أنت، ويدخل عمر وأنت كما أنت، فجلست عندما دخل عثمان، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أو ما أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله في السماء؟ بل في الحديث أن جبريل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال جبريل: يا محمد، هذا عثمان، إنا لنستحي منه في السماء. يجلس عثمان في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدخل عليه من؟ يدخل عليه خال رسول الله، يدخل عليه قائد القادسية، يدخل عليه أحد العشرة المبشرين بالجنة، إنه سعد بن أبي وقاص، فسلم على عثمان، فما انتبه عثمان لسلامه. وهنا يذهب سعد إلى عمر ويقول: أحدث في الإسلام شيء؟ قال: لا. قال: إذا ألقيت السلام على عثمان فما أجابني ولا رد علي. وهنا يسأل عمر رضي الله عنه وأرضاه عثمان: لما لم ترد على خال رسول الله؟ فقال عثمان: والله يا أمير المؤمنين، ما انتبهت له، لقد كنت مهموما مغموما. فقال عمر: يا عثمان، وما الذي أهمك إذن؟ فقال عثمان رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوة لا يدعو بها عبد مؤمن إلا استجيب له، إلا استجيب له. فقال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات، ودخل أعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يسأل عن الإسلام ويسأل عن الإيمان، وأطال الأعرابي في حديثه مع رسول الله، فتفرق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يعرفون ما هذه الدعوة. فقال عمر: والله لا أعرفها. فقال عثمان، فقال سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا أخبركم بها. تفرق الناس، فتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله، وقلت: يا رسول الله، قلت لنا بأن هناك دعوة ما دعا بها عبد مؤمن إلا استجيب له، ما هي هذه الدعوة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها دعوة أخي يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بل عند الحاكم في مستدركه، وعند الترمذي، وعند النسائي في سننه، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه صلى الله عليه وسلم قال:
ألا أدلكم على اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال رجل: يا رسول الله، ألنبي الله يونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل للمؤمنين عامة. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيها المشاهد الكريم، هذه الدعوة جعلها ربنا جل وعلا سببا في تفريج الكروب، وهناك أمر آخر لا ينبغي لنا أن ننساه أبدا، إنه حديث الإمام الترمذي، ورواه الإمام الحاكم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة والسلام عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال أبي بن كعب: يا رسول الله، الربع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي بن كعب: يا رسول الله، النصف. فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي: الثلثين. فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن مما يفرج الكروب ويزيل الهموم ويغفر الذنوب إنها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان أمران مهمان: أن تكثر من قول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. فهذان يزيلان الهموم ويفرجان الكروب عن كل مكروب. نسأل الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه أن يفرج هم المهمومين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.